ينعقد اليوم مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس تحت شعار نتحد انتصارا للجامعة والشعب في كلية الحقوق المنار. والأكثر تفاصيل وآخر فعالية المؤتمر معنا مباشرة زميلي زيد السيتي. أهلا وسهلا بك زيد. عبر الإذاعة الشريكة مباشرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار، طبعا نواكب اليوم افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للاتحاد العام لطلبة تونس. بطبيعة الحال أكيد هنا أجواء أخرى اليوم مع انطلاق الأشغال. فكرة عن المؤتمر اللي ينتظم اليوم وغدوة وبعد غدوة يوم 10 11 و12 مارس حول أشغال المؤتمر، حول قائمة المترشحة في هذا المؤتمر تنضم إلينا ورد عتيق عضو اللجنة النقابية المشتركة للإعداد لهذا المؤتمر. أهلا وسهلا من هنا ذاك ولا أهلا أصلا. ناخذ فكرة على أشغال المؤتمر اليوم. كما تسمعوا أصوات الساحات، أصوات الاتحاد العام لطلبة تونس حاضر اليوم 10 مارس افتتاح المؤتمر الوطني للاتحاد العام لطلبة تونس. بالنسبة لنا هذه لحظة تاريخية، نحن سعينا بكل مجهوداتنا أنه نجمع أكبر عدد ممكن من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس في هذا المؤتمر الموحد الذي رهن عليه يعني طيلة سنوات. اليوم رهاننا هو إعادة الدور السياسي للاتحاد العام لطلبة تونس، الدور السياسي للحركة الطلابية اللي عندها تاريخ كبير في نضالها ضد الاستعمار المباشر وضد سياسات اللا وطنية واللا شعبية واللا ديمقراطية للحكومات المتعاقبة قبل وبعد 14 جانفي. اليوم تشوفوا يعني مشاريع الخوصة، مشاريع رهن البلاد، مشاريع الحكومة اللي ماشية نحو يعني تحتيم مستقبل طلبتنا ومستقبل يعني أبناء الجامعات. اليوم رهاننا هو الوقوف ضد السياسات هذه، هو الانتصار لقضايا الشعب الكادح، هو إسناد ومزيد إسناد الحراك الجماهيري ضد سياسات اللا وطنية واللا شعبية. ذاك علاش اليوم نحن متوحدين. أشغال المؤتمر اليوم يبدأ الافتتاح 10 مارس، غدوة السبت 11 مارس تبدأ أشغال المؤتمر، تنتهي يوم الأحد 12 مارس. المؤتمر سيصادق على اللوائح، اللائحة السياسية، اللائحة النقابية، اللائحة الثقافية ولائحة النظام الداخلي، وسينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس. ولا هو بالنسبة لكم أنتم اتخذتم شعار نتحد انتصارا من أجل الجامعة والشعب، كتحكينا شوية على اختيار التسمية هذه بالذات. نتحد انتصارا للجامعة والشعب هو شعار يعني يترجم شعار حركة 5 فيفر المجيدة، شعار الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية. وكما كنت نحكي لك توا يعني الرهان هذا المؤتمر ورهان مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس والقيادة الجديدة الاتحاد العام لطلبة تونس هو الانتصار لقضايا شعبنا الكادح ضد السياسات اللا وطنية ولا شعبية ولا ديمقراطية للحكومة هذه. وكيف كيف نحن اليوم عنا مناضلين قاعدين يتحاكموا، فما شكون يعني الرفيق في الاتحاد العام لطلبة تونس محمد ناصر الحاجي عنده قضية توا عام يعني موقف، عنا الرفيق زياد حنزولي زاد كيف كيف عنده قضية يعني ملفقة طبعا على خلفية نضالاتهم قاعدين يتعرضوا للمحاكمات مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس. دونك إن اليوم هو استرجاع الدور السياسي للحركة الطلابية كما قلت اللي ناضلت ضد الاستعمار المباشر وضد سياسات الحكومة هذه، ضد مشاريع الخوصة، ضد مشاريع رهن البلاد لصندوق النقد الدولي. دونك هذا هو اليوم رهان، هذا ما معنى ننتصر لقضايا الجامعة، لقضايا الطلبة، لتحسين يعني كل مستويات التعليم العالي، ثم نحن ننتصر لهذا الشعب الكادح ضد الخيارات اللاوطنية للنظام. شكرا لك وردة، على كل حال التغطية مستمرة إن شاء الله، ولنا معكم وصفحات أخرى. الكلمة لك رباب. شكرا لك زميلي زيد الزيدي.